I no. سواء في مدارس لا نقيم هذه الهدوء والدينايات لا يحبون لا نقيمها القصص ولا لا نقيمه طب لو ندرسها في يدرس لكن. يدرس لكن يطبق عندنا في مصر لا يحبون تطبيق ولا حتى تدرس الا بصعوبه ومحدد وقليل اه نعم يخافون اذا تدرس الناس يطلب ان يطبق نعم هكذا يجري في <applause> النزاع هذاك في طلب في طلب في طلب الحكومه عندنا لا يريد ان يدرس اصلا لماذا لا يدرس حتى لا, لا حتى ان الناس لا يطلبون التطبيق. مم. يعني ثم الحكومه من الاصل لا تطبيق ولا حتى تدريس الا قليل وضيق وفي اوقات مخصوصه وين السلاسه؟ نعم طيب السلايد كلكم؟ الله طيبون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السر الساري والحصن الواقي صلاة تدخلنا بها ما يدين فضلك وتشهدنا جمال وجهك يا رب العالمين أما بعد فيا المقرمون فيا أساتذة نحبكم جميعا إن شاء الله في هذا المجلس لا سيما محبتنا يزداد ثم يزداد بزيارة مربينا ومعلمنا وقدوتنا وحبيب قلبنا شيخ مولانا على محمد مصطفى نعيمه الازهري الشافعي. اسال الله ان يقويهم ويؤيدهم امين ويسهل لهم في اهله ورزقه امين وفي جميع شؤونه امين امين فيا أيها الأساتذة، قبيل أن نبدأ في درسنا في أول درسنا هذا ممكن يا سيدي أريد أن أعرفكم بعض الأسماء. طبعاً. ممكن؟ طبعاً نشرف بهذا وإن كان أكثر الأسماء الفقير بالفعل أعرفها. ما شاء الله. أكثر الأسماء. <applause> <applause> طيب فضلا أه ها هو أستاذ. أزهري مختار طبعا حبيبي استاذ أزهري مختار أزري حبيبي, أزري. طيب ثم جانبه استاذ يلت طبعا أجلت. حبيبي ثم استاذ عفان طبعا حبيبي استاذ اوجان أو طبعا حبيبي استاذ توفيق اسماعيل طبعا حبيبي استاذ شكور. شكور حبيبي كي حج عارف شاذولي أزري. حبيبي طيب. طيب ست... طبعا و ما شاء الله اسمه ما استاذ محمد حسيني انتم ازهري نعم ازهري ازهري اومان خريج عمان Mas Oman. Ya, merhaba. Ehre Suma Ustad Jamal. Se Jamal ini. Jamal. Suma warah Ustad Ustad Menter Jalal. 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 Suma Ustad Albi. Azmi. Azmi. ثم استاذ اسماوي حبيبي استاذ اسماوي طبعا حبيبي استاذ اسماوي طبعا <applause> ثم استاذ يوسف يوسف استاذ يوسف, أستاذ يوسف أستاذ سحر. سحر. ثم هذا من هذا من من الاساتذه تحت الخدمه هنا في, في المعهد سنه واحده وسنتين نعم ما شاء الله ثم استاذ فطريان رحمن نعم استاذ رحمن sumah ustadz agus syahrudin sumah ustadz charles sumah ustadz charles ustadz fauzan ustadz ars ars Arsy, sumah ustadz mana ada allah saiful saiful mutakin sumah ustadz alkan sumah man warah jadi man alkan man entah أفري... أفريان ثم استاذ عبد رحمن أرى انا بعض يعني اصحاب الذين كانوا يخلبون سنة وسنتين سنتين ما شاء الله ما شاء الله ثم طيب. سم... ممكن بعض الاستاذات انا لم اعرفهن كاملا <applause> يا مرحبا ان شاء الله طيب ان شاء الله يا ايها الاساتذه ويا مولانا يعني يسرنا بحضوركم هنا ان شاء الله يسعدنا جدا فأس نستفي كثيرا يعني من فوائد العلوم الذي سندرسه من كتاب ام ان شاء الله انتم اهل فضلك يا هي طيب فضل نعم فالفرصه يعني نعطيها لمولانا علاء ان يشرح لنا ويبين لنا يعني بسم الله نعم جزاكم الله خير شكرا شكرا خير بسم الله الرحمن الرحيم شكرا خير شكرا خير هذا صاحبنا في اسكندريه في مصر ما الله بسم الله الحمد لله نعم واضح جدا ما شاء الله جزاكم الله خير الحمد لله بسم الله بسم الله نبدا نعم. بسم الله نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الفاتحة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وإلى آل بيته الأطهار وصحابته الأخيار، رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا التابعين وتابعي التابعين، رضي الله تعالى عن مولانا الإمام الشافعي. ورضي الله تعالى عن ساداتنا الشافعية أجمعين. ورضي الله تعالى عن مولانا الإمام القاضي أبي شجاع. ورضي الله تعالى عن مولانا الإمام المجدد سيدي سماحة السيد محمد ماضي أبو العزائم. قدس الله تعالى سره واروانا من فيضه وجمعنا به في معية الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عن خليفته ووارث سره سيدي سماحة السيد احمد ماضي ابو العزائم نضر الله تعالى وجهه وعن خلفائه ومشايخنا وأصحاب الفضل والحقوق علينا رضي الله تعالى عن أستاذنا وشيخنا ومربي أرواحنا مولانا الشيخ عبد السلام شتا أفاض الله تعالى علينا من انواره وأسراره رضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا كياهي الحاج أحمد دمياطي في أعلى فراديس الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين رضي الله تعالى عن جميع ذريات شيخنا كياهي الحاج أحمد دمياطي لا سيما شيخنا كياهي الحاج يزيد بارك الله لنا في حضرته وفي جميع الأساتذة والأستاذات والطلاب والطالبات بهذا المعهد المبارك معهد دار العلوم ليدو، أسأل الله أن يملأ هذا المعهد نورا وسرورا وأن يجعل هذا المعهد معهدا محمديا. وإلى جميع أولياء الله الصالحين الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله والعون من الله وما توفيقي الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. صلاة يسري فينا نورها ويدوم لنا فضلها وعلى اله وسلم تسليما كثيرا وبعد المجلس. الأول بفضل الله تعالى في دراسة متن أبي شجاع متن الغاية والتقريب في فقه ساداتنا الشافعية رضي الله عنهم وأرضاهم أولا أرحب بشيخنا كياهي الحاج يزيد أخي وشيخي وحبيب قلبي وتاج رأسي يعني من أحب من أحب في الدنيا كلها شيخنا كيه أحبكم كيهي يا زيت نحبكم أكثر كيه نحن أكثر أكثر كيه ونرحب بالسادة الكرام من أحباب معهد دار العلوم ليدو ونبدأ بإذن الله تعالى الدرس بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم أستأذن حضراتكم في البداية أن ننظر إلى عنوان الكتاب في البداية العنوان في الحقيقة عندما وفقنا الله تعالى لكتابة شرح على متن أبي شجاع الفقير سميته الانتفاع انتفاع منفعة بشرح متن أبي شجاع ثم ذهبت زيارة لأستاذنا وشيخنا ومربينا مولانا الشيخ عبد السلام شتا في بيته فطلبت من حضرته اسما لهذا الكتاب مولانا الشيخ عبد السلام لم يعطني اسما وهذا من عادة كبار الأولياء أن الشيخ إذا لم يعطي اسما للكتاب إذن الكتاب فيه خطأ ومن ثم الشيخ لم يعطي اسما لهذا الكتاب. ففهمت الاشاره ان الشيخ لم يعطي اسما، اذا الكتاب ربما فيه خطا. فرجعت الى بيتي ربما شهرين اراجع الكتاب دقيق حتى وجدت عده اخطاء فاصلحتها بفضل الله. ثم ذهبت الى مولانا في بيته مره اخرى. وقلت يا سيدي اريد اسما للكتاب فالشيخ قال يا شيخ على انت ماذا سميته قلت يا سيدي سميت الانتفاع بشرح متني ابي شجاع فمولانا لم يقبل لماذا يا سيدي لم تقبل لسببين السبب الاول ان هذا الكتاب في فقه الامام الشافعي صحيح فالشيخ يقول بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها نعم الكاتب هو القاضي ابو شجاع لكن في الاصل هذا فقه ابي شجاع ام فقه الشافعي في الاصل هذا فقه ابي شجاع أنفقه فقه الإمام الشافعي؟ الإمام الشافعي فوجب أن يكون الاسم إلى الأصل وهو الإمام الشافعي. طيب يا سيدي ما هو الاسم؟ ثاني شيء الشيخ قال يا شيخ علاء: الإمام الشافعي هو أكثر الأئمة تمسكاً بالقرآن والسنة. الإمام الشافعي هو أكثر الأئمة تمسكا بالقرآن فوجب أن يكون عنوان الكتاب دالا ومبينا بوضوح أن فقه الإمام الشافعي متمسك بالقرآن والسنة فمولانا يسمى هذا الكتاب اصل الاصول في التمسك بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم لان الشافعي كان اكثر الائمه تمسكا بالقران والسنه والتمسك بالقران والتمسك بالسنه هو اصل الاصول هو التمسك بالقران والسنه فهذا العنوان يدل على الامام الشافعي وعلى منهج الامام الشافعي في ان منهج الامام الشافعي في التمسك بالقران وبسنه سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ان شاء الله في هذه الايام التسعه قبل السفر إن شاء الله رجوعا إلى مصر سنتعلم ماذا بإذن الله الفقير أعرف أن شيخنا كياهي الحاج يزيد رضي الله عنه وأرضاه يريدني أن أستريح وأن يكون الدرس سديجت حتى يعطي الفقير فرصة طويلة للاستراحة والفقير في الحقيقة راحتي التامة أن نتم الدرس كاملا بإذن الله. ففي أول مجلس أدعو نفسي وأدعو الحاضرين من الأساتذة والأستاذات إن شاء الله أن الله يرزقني ويرزقكم الهمة. آمين يا رب. ممكن نقرأ الفاتحة أن الله يوفقنا لختم الدرس كاملا بإذن الله. وإن شاء الله بالهمة والتيسير والسهولة والفتح من الله. اللهم تقبل منا واقبل بسر الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين سنكتب على اللوحة الآن بإذن الله تعالى ما هي العلوم التي سنتعلمها بإذن الله تعالى ما هي العلوم نحن سنتعلم علما واحدا وهو علم الفقه تدع ليس علما واحدا وهو علم الفقه تدع بسم الله الرحمن الرحيم أرجو حضراتكم يا كرام أن تنظروا إلى اللوحة بسم الله الرحمن الرحيم. أول علم سنتعلمه بإذن الله تعالى هو علم مهم وهو التعريف بالمذهب الشافعي، ما هو المذهب الشافعي هذا؟ ما هو المذهب القديم؟ ما هو المذهب الجديد؟ ما الفرق بين منهج مصر ومنهج اليمن والسعودية في فقه الشافعية؟ لماذا يا أحبابي دائما ربما نسمع فتوى من الشافعية في مصر تختلف عن الفتوى من الشافعية في السعودية واليمن، لماذا؟ هذا شافعي، هذا شافعي، لكن في مصر فتوى، في السعودية واليمن فتوى أخرى وكلاهما شافعية، كيف ذلك؟ هل دائما الفتوى في المذهب على الجديد؟ أم ربما نفتي بالمذهب القديم؟ من هو النووي والرافعي؟ لماذا دائما نسمع ابن حجر الهيتمي والرملي؟ من هؤلاء؟ سنعرف كل هذا في العلم الأول معنا إن شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو التعريف بالمذهب الشافعي. العلم الثاني معنا بإذن الله تعالى، هو علم الفروع الفقهية ما هو علم الفروع الفقهية؟ يعني علم الفقه يعني علم الأحكام الطهارة الصلاة الزكاة الصيام الحج كذا إن شاء الله أما العلم الثالث الذي سنتعلمه بإذن الله هو علم القواعد الفقهية حضرتك سوف تجد إن شاء الله الطهارة تختم بالقواعد الفقهية على مذهب الشافعية المطبقة في الطهارة الصلاة يختم بإذن الله بالقواعد الفقهية للشافعية المطبقة في كتاب الصلاة بعد تسعة أيام إن شاء الله ستجد في عقلك ربما مائة قاعدة فقهية على مذهب ساداتنا الشافعية وهو العلم الثالث بإذن الله تعالى موجود كلمة كياهي يقولونها باللغة الإندونوسية ممكن تساعدني أن أقولها يقولون تكاتيكي 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 فقهية ممكن أسألكم سؤالاً سأسأل سؤالاً ومن يستطيع الإجابة إن شاء الله سينال جائزة كبيرة منك هي إن شاء الله <applause> رجل صلى الظهر أربع ركعات صلى الظهر كم ركعة؟ كل ركعة بسجدة واحدة فقط كل ركعة بسجدة؟ واحدة فقط والصلاة صحيحة مئة في المئة كيف ذلك؟ صلى الظهر كم ركعة؟ أربعة كل ركعة بكم سجود؟ كل ركعة بكم سجدة؟ ب... هذا الرجل صلى كل ركعة بكم سجدة؟ واحدة فقط والصلاة صحيحة مئة في المئة كيف ذلك؟ هذا يسمى علم الألغاز الفقهية، وهذا العلم لا يدركه إلا متفنن، متفنن يعني دارس للمذهب الشافعي دقيق، حضرتكم ستجدون في ختام كل باب إن شاء الله القواعد الفقهية والالغاز تكاتيكي لكنها تكاتيكي فقهيه فقهيه لانك تتعلم الفقه مره بطريقه الاحكام تتعلم الفقه مره اخرى بطريقه القواعد تتعلم الفقه مره ثالثه بطريقه الالغاز ومن ثم عده علوم نتعلمها لكي نفهم فهما عميقا دقيقا واضحا فنخرج من هذا الدرس باذن الله ليس بعلم واحد لكن بعلوم شتى. دعوني اتكلم معكم قليلا. ممكن نقول بسم الله الرحمن الرحيم. امراه كانت في الحج. امراه كانت في ال... وكما هو معلوم في اندونيسيا لكي تذهب المرأة أو الرجل إلى الحج موجود طابور ربما ثلاثين سنة حتى تنال فيزا إلى حج نالت فيزا وصلت إلى الحج ما شاء الله في أول ذي الحجة ما أن وصلت إلى مكة حتى جاء دم الحيط صنعت الطوافة للقدوم وقفت بعرفة وهي حائط وبعد عرفة تريد أن تصنع طوافل بعد عرفة تصنع طوافل إفاضة من تعب طواف الإفاضة طواف الإفاضة هذا واجب أن يكون الإنسان طاهر, طاهر مئة في المئة لكنها حائط تنتظر أن تطهر الحيض مستمر ترين 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 السلام عليكم أستاذة فيزا تنتهي سنسافر الآن إلى إندونيسيا وهي حائط ولم تصنع طواف الإفاضة ما الحكم ماذا تصنع هذه المرأه؟ هذه هي العلم الخامس الذي سنتعلمه باذن الله وهو علم الفتاوى العصريه. سنتعلم فتاوى فقهيه عصريه. طيب سنتعلم ان شاء الله علم المعاملات، عرفتم المعاملات؟ طيب الان كيهي انا اريد اشتري سياره ممكن؟ طيب السيارة بكم في إندونيسيا؟ بألف روبية؟ طيب لكن أنا ليس معي ألف روبية ليس معي ألف روبية ها صد جلال السلام عليكم كيه جلال أنت رئيس البنك؟ ممكن اريد اشتري هذه السيارة؟ ها؟ أنا أريد أشتري هذه السيارة وليس معي مال، من رئيس البنك؟ أستاذ حج جلال، البنك ماذا يصنع؟ البنك يشتري السيارة، البنك يشتري السيارة التي بألف روبية، ثم البنك يبيع إلي السيارة سيدي جيت, سيدي جيت. في خمسه اعوام ليس الف روبيه بل آلاف روبيه اليس هذا موجودا حلال ام حرام وهذا هو علم الفتاوى العصريه وهذا سنتعلمه ان شاء الله طهاره صلاه زكاه صيام حج ان شاء الله عبادات نكاح كذا, كذا كذا طيب تعالى الله يحفظني واياكم يشفيني ويشفيكم قولوا امين في إندونيسيا موجود الصندوق فيه الماء في الحمام لكي أتوضأ منه وكذا دخلت بوندا دخلت إيبو دخلت إستري تنظف وكذا سقط بعض سقط ماذا من الصابون قليل في هذا الصندوق الصغير هل هذا الماء ما زال طهور أم ليس طهور لكن سقط فيه صابون كيا هي استاذ اسماوي طهور ام ليس طهور لكن سقط فيه صابون هذا هو علم ماذا الفتاوى العصريه موجود مستشفى الله يحفظني وإياكم كيا هي كيف اقول الغرفه في مستشفى غرفه مخصوص جدا للانسان مريض جدا 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 اي سي يو اي سي يو اي أي سي يو. المريض في أي سي يو يريد يتوضأ الطبيب يقول ممنوع ماء تي دا أيار تي دا أيار تي دا أيار تي دا أيار أدا ايار. أيار أيار أدا أيار يعني ليس ماء يعني. ماذا أصنع لكي يصلي وهو في اي سي يصنع ماذا؟ يصنع ماذا؟ وهل موجود في اي سي تراب؟ دقيقة واحدة عفوا كيس اتكلم في الهاتف عفوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه صديقي انا في اي من فضلك اذهب الى الطريق تحمل بعض التراب تعال في اي سي يو حتى تأتيم. السلام عليكم هذا جائز ام لا؟ إذا نريد نتعلم علم ماذا؟ الفتاوى العصرية وستجد في ختام كل باب بفضل الله فتاوى عصرية على مذهب ساداتنا الشافعية في الأصل وعلى مذهب باقي الأربعة إذا وجدنا أن مذهب الشافعي سيكون تطبيقه صعبا للمجتمع وسوف ننظر هذا بفضل الله تبارك وتعالى ثم سنتعلم بإذن الله تعالى علما سادسا وهو علم عجيب وهو هيا نتحدث قليلا بسم الله سأسألكم سؤال غريب ممكن أخبروني يا أحباب الفاعل الفاعل منصوب أم مجرور مرفوع كنبا لماذا؟ لماذا الفاعل مرفوع؟ من يقول؟ لماذا سيد أسماوي؟ لماذا الفاعل مرفوع؟ ليس منصوب وليس مجرور؟ نعم صحيح فعل ممكن يكون فاعل منصوب فاعل مجرور لماذا و جا با أن يكون الفاعل مرفوعا ولا يجوز أن يكون الفاعل منصوبا كنبا قالوا لأن الفاعل في الحقيقة في كل شيء هو الله والمناسب لمقام الذات الربانية هو مقام الرفع لذلك وجب أن يكون الفاعل مرفوعاً فهذا يسمى لطائف صوفيه للاحكام النحويه وهناك ايضا اللطائف الصوفيه للاحكام الفقهيه لماذا الركوع مره والسجود مرتين لماذا الصلوات خمسه وليس سته هل هناك حكمه الهيه نعم هناك حكمه وهذا العلم علم عجيب وحضرتكم ستجدون في كل درس إن شاء الله لطيفة صوفية في هذا الدرس وهذا العلم العجيب يسمى علم اللطائف الصوفية للأحكام الفقهية هذه هي العلوم الستة التي يوفقنا الله تعالى ان نتعلمها في هذه التسعه ايام باذن الله تعالى سياب ان شاء الله ان شاء الله يوفقنا الله ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم هكذا سديت سديت وبالفتح المبين ان شاء الله بسم الله امين اللهم فقهنا وفهمنا يا رب لان حقا يعني كل علم واحد من هذه العلوم يحتاج ربما الى سنوات علم واحد فقط فالله يفتح إن شاء الله أننا لا يعني واحد من هذا واحد من هذا من هذا حتى ندرك الجميع بإذن الله تعالى نبدأ بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء نتعلمه ولو بالإجمال أن نعرف ماذا تعريفا بالمذهب الشافعي بسم الله الرحمن الرحيم ممكن نفتح الكتابة من أول باب من أول فصل بسم الله الرحمن الرحيم في الصفحة 13 ممكن كياهي نستأذنكم في البداية أولا نقرأ السند ممكن نقرأ السند في البداية عشرة عشرة هلا من سبولو نقرأ السند السند من الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم سندي إلى الإمام القاضي سندي إلى الإمام القاضي أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني في متن الغاية والتقريب عن العلامة شيخ الشافعية بمصر سيد الشيخ عبد العزيز الشهاوي حفظه الله تعالى وهو عن عمي عمي والده الشيخ عبد الحميد الشهاوي عن والده الشيخ عبد المجيد الشهاوي وهو عن الشيخ عمر بن جعفر الشبراوي وهو عن العلامة الشيخ إسلام البرهان البيجوري وهو عن الشيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي وهو عن العلامة محمد بن سالم الحفني وهو عن الشيخ أحمد الخليفي وهو عن الشيخ أحمد البشبيشي عن الشيخ سلطان المزاحي عن الشيخ علي بن عيسى الحلبي عن الشهاب الرملي الكبير عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وعن فضيلة الشيخ الدكتور خالد عمران وهو عن فضيلة مفتي الديار المصرية الإمام العلامة نور الدين علي جمعة وهو عن الشيخ عبد الله ابن الصديق الغمري والشيخ الفاداني كلاهما عن الشيخ عمر حمدان المحرسي وعن فضيلة الشيخ محمد جاد بدر الدين الأزهري الشافعي عن الشيخ الفاداني وشيخ عبد الله ابن الصديق الغمري كلاهما عن الشيخ عمر حمدان المحرسي التهويل وعاليا بعموم الاجازه عن فضيله الشيخ علي جمعه بسنده السابق التهويل عن الحبيب عمر بن حافظ عن الشيخ الالفاداني عن الشيخ عمر حمدان المهرسي والشيخ عمر حمدان المهرسي يروي عن ابي النصر محمد بن عبد القادر بن صالح الدمشقي الخطيب عن عمر بن عبد الغني الغزي عن مصطفى بن محمد الشامي الرحمتي عن عبد الغني ابن إسماعيل النابلسي عن النجمي محمد الغزي عن أبيه البدر محمد الغزي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري هنا التحويل المقصود نعم التحويل وعن الحبيب زيد ابن سميت والحبيب عمر ابن الحفيظ وكلاهما يروي عن الحبيب عبد القادر السقاف عن أبيه عن عبد الرحمن السقاف عن شيخه علي بن محمد الهبشي عن شيخه عيدروس ابن عمر الحبشي عن شيخ عبد الله ابن أحمد ال أحمد بسودان. وهو عن شيخه علي ابن شيخ ابن شهاب الدين وهو عن شيخه الحبيب عبد الرحمن ابن عبد الله بالفقي عن شيخه أحمد ابن عمر الهندواني بعلوي وهو عن شيخه محمد ابن أبي بكر الشلي بعلوي وهو عن شيخه عبد الله ابن سعيد الباقشير وهو عن شيخي عمر بن عبد الرحيم البصري وهو عن شيخي محمد بن عبد الله الطبري وهو عن جده شيخ أحمد بن حجر وهو عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن شيخ الإسلام بن حجر الأسقلاني، عن عن أبي الحسن التنوخي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الفضل الحمداني عن أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي قال حدثنا به مؤلفه القاضي شهاب الدين أبو الطيب أبو أبو الشجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رضي الله عنهم جميعا ونفعنا عن الله بهم وبأولهم وبسائر الأئمة والعلماء آمين بسم الله الرحمن الرحيم سريعا وبالإجمال إن شاء الله بعد أن قرأ شيخنا كياهي الحج يزيد رضي الله عنه سند هذا المتن إلى سيدنا القاضي أبي شجاع إلى سيدنا الإمام الشافعي سريعا ان شاء الله سناخذ ترجمة سريعا للإمام الشافعي وترجمة للقاضي أبي شجاع وتعريفا بالمذهب الشافعي بسم الله الرحمن الرحيم أولا أولا بالإجمال هكذا الإمام الشافعي أين ولد؟ ولد في غزة صحيح؟ الإمام الشافعي يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف ممكن نقرا بسم الله الرحمن الرحيم الباب الاول ترجمه الامام الشافعي الفصل الاول اسم الامام الشافعي ونسبه ومولده والإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ابن, ابن الشا... سائب بن عبيد بن عبد اليزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي عفوا وع... هي ممكن من أول شافع والسائب وعبيد وعبد يزيد هذا كم جد الإمام الشافعي أربعة واحد شافع سائب. اثنان سائب, سائب. ثلاثة عبيد أربعة عبد يزيد هؤلاء الأربعة أربعة من أجداد الشافعي هؤلاء الأربعة كانوا من الصحابة أربعة أربعة أربعة, أربعة. من أجداد الشافعي كانوا صحابة من هم؟ ساتو ش... شافعي شافع. دوا سائب سائب تيكا عبيد, عبيد. بعد عبد, عبد الـ يزيد الـ. هؤلاء الاربعه وهذا من مناقب ومن فضائل الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه، بسم الله وعليه فالامام الشافعي يلتقي في النسب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف ابن قصي نعم وهذه منقبه وفضيله اخرى ان الشافعية يلتقي نسبه مع رسول الله, الله سلام يتفق النسب ويلتقي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف إذا التقى نسبه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة من أجداده صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وجده شافع بن السائب الذي ينتسب إليه إمامنا فهو صحابي على ما نقله جمهور العلماء السير والتراجم وجده السائب كذلك الصحابي وكان في صورته شبيه بالنبي صلى أيوة الله عليه وسلم. وهذه منقبه ثالثه ان السائب جد الامام الشافعي كان صوره محمديه. السائب هذا وكان من الصحابه وكان جد الشافعي كان نسخه صوره هكذا كوبي صوره محمديه من مشابهه السائب شبيه يشبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كل هذه مناقب وفضائل في نسب الإمام الشافعي رضي الله عنه واحد يلتقي نسبه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في جده في جده عبد مناف دواه في أجداده كم صحابي أربعة تيكا جده السائب كان كوبي نسخة صورة محمدية لشدة مشبهة السائب لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وكذلك جده عبيل صحابي أيضا وجده عبد يزيد فقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم شيخا كبيرا ونال شرف صحبته وأمه هي الشفاء بنت حاشم أخت عبد المطلب ابن حاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم وأما هاشم بن المطلب فهو ابن عم عبد المطلب ابن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم ولشدة محبته محبة المطلب ابن عبد مناف لأخيه هاشم سمى ابنه باسم أخيه وهكذا استمع للإمام الشافعي أربعة من الصحابة في أجداده رضي الله عنهم أجمعين الله وهكذا ننتهي من الكلام بسرعة عن نسب الإمام الشافعي ممكن إلى اليسار كيري لكي ننظر إلي ولادة الإمام الشافعي ممكن نقرأ هي؟ الولادة الولادة زمن ولادة الإمام الشافعي أهي هي, هي زمن الولادة oh yeah. بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني زمن ولادة الإمام الشافعي ومكانها ولد الإمام الشافعي سنة 150 هجرية صحيح ولادة الشافعي 150 هجريا وولد في مدينة غزة على ساحل على ساحل فلسطين. نسأل الله أن يحفظ فلسطين وأرض غزة والمسلمين في كل مكان أرض فلسطين أرض غزة ولد فيها الشافعي. وهو قول الأكثرين وقال بعضهم أنه ولد بأسقلان الواقعة شمال غزة ويمكن الجمع بين الروايتين بأن أسقلان وغزة متقاربان جدا وكانت أسقلان هي الأصل قديما فكانت هي المدينة وكانت غزة مثل القرية التابعة لها. وهناك رواية عن الإمام الشافعي أنه قال ولدت بغزة وحملتني أمي إلى أسقلان ثم حملت أمه وهو ابن سنتين إلى مكة مقرمة وكان أبوه قد مات بعد مولده بقليل في أسقلان أي أن الإمام الشافعي وصل مكة طفلا رضيعا عام مئة قولوا معي يا أحباب ولد الإمام الشافعي سنة مئة و... خمسين وصل وحملته أمه إلى مكة سنة مئة واثنين وخمسين مات أبوه وهو ما زال بيبي طفلا رضيعا رضي الله عنه وأرضى فقير بس أسادنكم كياهي سأقول بالإجمال كل ما يأتي بسرعة ممكن أنظر نشأة الإمام الشافعي بسرعة جدا نشأ الإمام الشافعي وهو بوي صبي نشأ في مكة نشأ في مكة انظر كيري الفصل الرابع ماذا ذهب إلى ماذا المدينة إذا أولا ولد في غزة ثم وعمره سنتان ذهب في واصبح بوي ونشأ في مكه ثم ذهب بعد ذلك إلى, إلى المدينة المنورة رضي الله عنه وارضاه، انزل 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 انزل، بعد المدينه ذهب الى اين؟ اليمن، وذهب لليمن للعمل وللدراسه فكان الشافعي يعمل قاضيا باليمن ممكن نقول معا أوه. بسم الله ولد الشافعي في غزة بزة. في عمر سنتين انتقل من غزة إلى وظل في مكة حتى أصبح بوي يانج مان بعد ذلك ينتقل من مكة إلى ال... المدينة. ثم من المدينة إلى اليمن اذهب انذهب, يسار صفحة 15 لماذا ذهب الامام الشافعي الى المدينه ليتعلم من الامام مالك؟ صحيح؟ اذهب يسار بعد المدينه ذهب الى اين؟ بغداد. لماذا ذهب الى بغداد لكي يتعلم علم الامام ابي حنيفه؟ ممكن تخبروني هكذا بسرعه؟ الإمام الشافعي أولا أين؟ غزة, غزة. بعد غزة, غزة ذهب إلى مكة بعد مكة ذهب إلى مكة. المدينة من تاب بعد المدينة إلى أين؟ اليمن من اليمن تاب بعد اليمن إلى أين؟ بغداد. بغداد وهنا أريد أن نقف قليلا انظر إلى بغداد انظر إلى المدينة من كان موجودا في المدينة من مالك الإمام مالك من كان موجودا في بغداد كبار تلامذة الإمام أبي حنيفة، لماذا هذا مهم؟ لأن ما هو مذهب الشافعي؟ مذهب الشافعي هو مذهب مالك بلس مذهب أبي حنيفة النتيجة مذهب الإمام الشافعي إذا عندما ذهب الشافعي إلى المدينه وذهب الشافعي إلى بغداد هذا مهم أن ندرك أهميه هاتين الرحلتين خصوصا لأن مذهب الشافعي جاء ما بين عقل أبي حنيفه وبين تمسك الامام مالك بالادله من القران والسنه فاصبح مذهب الشافعي مذهبا فيه العقل كالحنفيه وفيه التمسك بالدليل كالمالكيه ولهذا رحلته الى بغداد ورحلته الى المدينه مهمه جدا انظر معي الى الكتاب من فضلك وفي النهايه خطر الإمام الشافعي حياته بأن ثبت أين في مصر طيب لكي نقف عند مصر وجب أن ندرك أن الإمام الشافعي في بغداد الإمام الشافعي في مصر في مصر المذهب الشافعي الجديد في بغداد المذهب الشافعي القديم والفتوى على القديم أم الجديد الفتوى في مذهبنا الشافعي القديم أم الجديد الجديد من دائما على الجديد أم ليس دائما؟ دا ليس دائما أم ليس إلا حوالي تسعة عشر مسألة يفتى على القديم كل المذهب يفتى على الجديد إلا تسعة عشرة مسألة يفتى على القديم سنتعلمهم بعد عشر دقائق بإذن الله بسم الله نحن نحاول أن نمشي سريعا حتى ندرك الدرس كاملا بإذن الله تعالى ممكن تقولوا معي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكروني هكذا ولد الشافعي في أي تاريخ سنة مئة و وتوفي سنة مئتين وأربعة يعني عاش الشافعي كم سنة يا علماء أربعة وخمسين سنة ودفن في مصر فرضي الله عن مولانا الإمام الشافعي والفقير زرت مقام الإمام الشافعي واستأذنته أن أدرس متن أبي شجاع في فقه سيدنا الإمام الشافعي عند قبره في مصر في القاهرة رضي الله عنه لمولانا الإمام الشافعي الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين بسم الله الرحمن الرحيم ممكن كياهي تقرأ لنا فقط العنوان هذا وهذا 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 نعم مراحل مراحل المذهب مثلا ما هي مراحل المعهد؟ المرحلة الأولى تأسيس المعهد من شيخنا كياهي حجي أحمد دمياطي فقط يؤسس مثلا مسجدا واحدا ومبنى واحد المرحلة الثانية من كيهي حجي أحمد دمياطي مثلا مسجد واحد مثلا وخمسه بناء المرحله الثالثه كيه حج يزيد المسجد اصبح مسجدين خمسه بناء اصبح عشره هذه تسمى ماذا؟ مراحل اذا نحن نريد الان ان شاء الله ان نتعلم ماذا؟ مراحل المذهب الشافعي لماذا؟ اذا فهمنا هذه المراحل عرفنا لماذا الفتوى في اليمن تختلف عن الفتوى في مصر. مع ان كليهما شافعي. فلو سالت اهل اليمن والحجاز سؤالا في الفقه الشافعي ربما يوافق اهل مصر وربما يخالف. فما الفرق؟ اذا فهمنا هذه المراحل عرفنا ما الفرق ان شاء الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثاني تعريف إجمالي بالمذهب الشافعي أولاً مرحلة التأسيس هذه سهلة مرحلة التأسيس يعني أن الإمام الشافعي يؤسس يضع القواعد للمذهب الشافعي الذي صنع هذا التأسيس هو الإمام الشافعي نفسه نعم, نعم. هي ثانياً مرحلة نقل المذهب نعم حتى عام حتى القرن السادس الهجري يعني حوالي 400 سنه 400 سنه 400 years هذا نقل المذهب يعني انتشار المذهب، انتشار ماذا؟ المذهب انتشار ماذا؟ ما معنى كلمه المذهب؟ ما هو انتشار المذهب؟ ما هو المذهب؟ ما معنى المذهب؟ يعني جميع الاراء الفقهية الموجودة في المذهب ما معنى جميع الاراء الفقهية الموجودة في المذهب يعني يعني هناك آراء صحيحة وهناك آراء ضعيفة هناك آراء من أقوال الشافعي وهناك اراء من اقوال اصحاب الشافعي وبعض هذه الاراء من كلام اصحاب الشافعي بعضها ضعيف فحصل في هذه المرحله نقل المذهب انتشار المذهب حصل نقل وانتشار لماذا للمذهب كله الصحيح و والضعيف كل هذا ينتشر صحيحا ضعيفا صحيحا ضعيفا كله ينتشر لذلك نحن نحتاج إلى المرحلة الثالثة فما هي الثالثة يا هي ثالثا مرحلة تحرير وتلقيه المذهب الله مرحلة تلقيه المذهب نعم التحرير التنقيح ما هو التحرير ما هو التنقيح؟ يعني بعد أن انتشر الصحيح والضعيف جاءت المرحلة الثالثة وهي ماذا؟ التحرير، ما هو التحرير؟ يعني تنقيح، ما هو تنقيح؟ يعني نبين أن هذا صحيح ونبين أن هذا ضعيف لا ناخذ به نعم هذا من ميراث المذهب صحيح من فتاوى المذهب صحيح من اراء المذهب من فتاوى المذهب لكن هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا الفرق بين مرحله انتشار المذهب وهي المرحله الثانيه وبين مرحله تحت تحرير المذهب وهي المرحله الثالث عفوا هي ممكن نقرا تحرير المذهب بسم الله الرحمن الرحيم وتبدا هذه المرحله من اواخر القرن السادس الهجري بظهور جهد الامام ابي القاسم عبد القريم الرافعي شكرا وهنا سنقف قليلا لماذا دائما نسمع من علماء الشافعيه يقولون اسمين اسمين يقولون ماذا؟ اسمين اسمين يقولون ماذا؟ اسمين اسمين الاسم الاول قاله كياهي الان هو الرافعي ممكن اكمل كياهي من فضلك؟ ها؟ اكمل ممكن؟ أوه. ومن بعده جهد الامام محي الدين النووي شكرا كياهي الله اكبر انا قلت لك ماذا الان؟ دائما نسمع في مذهبنا اسمين اسمين ما هما أول اسمين الرافعي والنووي، ماذا صنع الرافعي والنووي؟ تحرير ما هو تحرير؟ تنقيح ما هو تنقيح؟ أنه يبين أن هذه الآراء ضعيفةٌ وأن هذه الآراء صحيحة وهذه المرحلة الثالثة، من صنع المرحلة الثالثة؟ الرافعي والنوي، ماذا قلت لحضرتك منذ قليل؟ قلت لحضرتك عندنا مهم جدا اسمان اسمان، مهم جدا ماذا؟ أول اسمين ما هما؟ الرافعي والنووي. ماذا صنع الرافعي والنووي؟ تحرير. تحرير تنقيح، لذلك أهم اسمين دائما تسمعهم في المذهب الرافعي والنووي. لكني قلت لك الأن ماذا؟ اسمين اسمين،, اسمين. كاهي استقرار المذهب المرحلة الرابعة بسم الله الرحمن الرحيم رابعاً مرحلة الاستقراء أوه 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 مرحلة ماذا؟ استقراء. صحيح الرافعي والنووي حرروا صحيح الرافع والنووي بيّنوا أن هذه الآراء ضعيفة لكن لم يصنعوا هذا في كل شيء ما زال هناك بعض الآراء تحتاج إلى بيان أين الصحيح وأين ماذا الضعيف فجاءت المرحلة الأخيرة وهي استقرار المذهب قلت لك منذ قليل ماذا اسمين اسمين من هما هذان الاسمان تفضل يا وتبدأ هذه المرحلة من أواخر القرن التاسع الهجري بظهور جهد لا إما كبار كالشيخ زكريا الأنصاري شيخ الإسلام وشيخ شهاب الرملي وشيء شمس الدين الرملي وشيء ابن حجر الهيتمي الله الرملي والهيتمي شكرا إذا هذه المرحلة الأخيرة هي استقرار المذهب ببيان أين الآراء الصحيحة وأين الآراء ماذا الضعيفة نسمع دائما كتب ابن حجر الهيتمي صحيح؟ ونصنع دائما كتاب الرمل صحيح اذا عندنا اسمان اسمان الرافعي والنووي قديما والرمل والهيتم جديدا ماذا صنع هذان وهذان صنعوا ماذا تحريرا تنقيحا للمذهب ببيان المسائل الضعيفة السؤال لماذا الفتوى الشافعيه في مصر تختلف عن الفتوى الشافعيه في اليمن والحجاز؟ لأن اليمن والحجاز يأخذون اختيارات ابن حجر الهيتمي الذي يبين أن هذا صحيح وهذا ضعيف، لكن الرملي لكن مصر يأخذون اختيارات الرملي. الذي يبين هذا صحيح وهذا ضعيف لذلك الفتوى في مصر في المذهب تختلف عن الفتوى في اليمن والحجاز مع أن كليهما شافعي لأن اليمن والحجاز يتبعون ابن حجر الهيتمي لكن مصر يتبعون الرمل نهاية المحتاج تحفة المحتاج النهاية والتحفة كما هو معلوم وهذه المرحلة الرابعة والأخيرة وهي ماذا؟ استقرار المذهب. الحمد لله. نحن إن شاء الله لن نقف كثيرا، سنجري مسرعين إن شاء الله حتى يوفقنا الله تعالى. طيب ممكن كي 19 مميزات المذهب. ما هي الميزة الجميلة في مذهب الإمام الشافعي؟ ساتو شرف الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم، شرفه نعم نسب نعم نسب طيب شرف نسب إمامه هذه الميزة الأولى في المذهب مم. أنه الإمام الوحيد في الأربعة أنه من أهل البيت آه. الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة ليسوا من أهل البيت مم. الوحيد من أهل البيت هو سيدنا الشافعي آه. الشرف الثاني آه. أو... براعة الإمام الشافعي في اللغة العربية صحيح مستوى الإمام مالك أبو حنيفة أحمد بن حنبل في اللغة العربية مستوى عالي لكن مستوى الشافعي يعني الشافعي هذا يعني لو جئنا ألف سيبويه كم سيبويه؟ ليس ألف سيبويه جوت سيبويه النتيجة الإمام الشافعي ولهذا هذه ميزة عظيمة ممكن ناخذ مثال صغير بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بانفسهن ماذا ثلاثه, ثلاثة قرو ما معنى قرء عند الحنفيه ما معنى قرء عند الشافعيه ها من سيقول القرء عند الحنفيه ها الحيد عند الحنفيه حيض القرء عند الشافعيه الطهر من أصح لم أقل من صحيح قلت من أصح وكل صحيح من أصح ولماذا لا تنسى اللغة العربية إذا فتش عن شيء هكذا في اللغة العربية مناسب الوقت لغة عربية لغة عربية لماذا مذهب الشافعية أصح؟ لأن القرآن قال ثلاثة بالتأنيث وفي اللغة العربية إن جاء العدد مؤنث إذن المعدود يجب أن يكون مذكر لأن من ثلاثة إلى تسعة العدد يخالف المعدود مرة ثانية بسم الله عندما أقول اشتريت كتب أقول ثلاثة مذكر أم ثلاثة مؤنث ثلاث أم ثلاثة ثلاثة تاب بالمؤنث لماذا بالمؤنث؟ لأن كتب ماذا؟ مذكر فمن ثلاثة إلى تسعة العدد يخالف المعدود فعندما نظر الشافعي وجد القرآن قد قال ثلاثة ماذا؟ قرؤ هذه الكلمة مؤنث أم مذكر؟ إذا وجب أن تكون قروء ماذا؟ مذكر والمذكر هو الحيض ام الطهر؟ الطهر. ومن ثم من كلامه اصح الشافعي طبعا لان كلامه موافق للغه العربيه والقران نزل بلسان عربي مبين واعلم الاربعه في اللغه هو الشافعي. وهذه ميزه في مذهب امامنا الشافعي رضي الله عنه وسوف نجد هذا كثيرا. تجد الشافعي سأسألكم من هم جن الإنس من هم جن لا ليس والإنس جن الإنس يعني الإنس في داخلهم رجل من الجن ما, ما معنى رجل من الجن يعني يرى أشياء لا يراها الآخرون من هم جن الانس علماء اللغه العربيه هم الجن في الانس يرون اشياء لا يراها الاخرون انظر نظره هنا تانيث اذا هذه مؤنث اذا يجب ان تكون هذه مذكر والمذكر هو الطهر جن الانس يرون أشياء لا يراها الآخرون من مميزات مذهبنا الشافعي أن مذهبنا الشافعي ماذا يا مشايخ الإمام عالم كبير الفرزدق 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 كان من تلاميذة الشافعي الفرزدق الشافعية هذا مليون سيبويه النتيجة الشافعية ميزة بسم الله كيهي ثلاثة ثلاثة انتسب الى هذا المذهب فطاحل الائمة في كافة العلوم طبعا من افضل من شرح البخاري؟ ابن حجر العسقلاني أسألني. شافعي من افضل من شرح صحيح مسلم؟ الامام النووي شافعي ولو تفتش في كتب الحديث والتفسير كذا ستجد ان كثيرا منهم شافعية 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 صح. نعم كياني رابعا كان الفقه قبل الامام الشافعي مدارس متعدده هذه مهمه جدا كيهي ان مدرسه الشافعي مدرسه جامعه لمذهب مالك بلس مذهب ابي مذهب ابي النتيجه مذهب الامام الشافعي اذا هذه ميزه كبيره ان الأشياء الجميلة عند المالكية موجودة عندنا أن الأشياء الجميلة عند الحنفية موجودة عندنا فجمع الشافعي ما سبقه من الفقهاء الكبار نعم وهذا مشابه لمنهج مولانا السيد ابو العزائم صحيح وهذا مشابه لمنهج مولانا السيد ابو العزائم في يجمع ما سبقه من الائمه رضي الله عنه خامساً سعة علوم الإمام الشافعي في علوم الشريعة بكل ما يحمله هذا الوصف من معنى فكان رأسه القدم في العربية وتفسير القرآن والحديث الشريف رواية ودراية وغير ذلك من العلوم وأجمع على ذلك كل من ترجم له صحيح كان الشافعي عالماً في كل العلوم في الطب، في الفلك، في اللغة العربية، في الحديث، في التفسير، في أي علم وفي كل علم وهذا يجعل اجتهاده أقرب وأقرب 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 إلى الصحة لأنه عالم في كل العلوم رضي الله عن مولانا الإمام الشافعي سادساً كثرة المصنفات المتقنة في المذهب في كافة العلوم التي تخرج تخرج الطلاب علم أقوياء في كافة العلوم الشرعية بصفات عامة والفقه والأصول بصفة خاصة صحيح لو تفتش في مذهبنا تجد مصنفات ومؤلفات في الفقه الشافعي في القواعد الفقهيه في اصول الفقه الشافعي في الادله ما هو اهم كتاب في الادله للفقه بشكل عام بلوغ المرام صحيح في الادله على مسائل الفقه اهم كتاب ماذا بلوغ المرام من مؤلفه شافعي شافعي فتجد اكثر مدرسه لها مؤلفات في الفقه في الاصول في القواعد في الادله الفقهيه في اي شيء وكل شيء اكثر مدرسه لها مصنفات دقيقه هي المدرسه الشافعيه وكل هذه مميزات تجعل مدرسه الامام الشافعي من اهم المدارس في الفقه الاسلامي انتهى بفضل الله تعالى الباب الثالث وهو مميزات المذهب. ما رايكم يا احباب هذه المقدمه وهذا العلم التعريف بالمذهب مهمه ام لا؟ مهمه مهم جدا جداً. مهم جدا طيب الذي ياتي الان هو ترجمه لائمه المذهب من اول من صاحب الشافعي الى القرن ما بعد وما بعد وما بعد وما بعد هذا كله مهم لكن ليس هو الاهم يعني ممكن نقراه فيما بعد ان شاء الله سوف نخطو خطوة خطوة إلى أن نصل بسم الله الرحمن الرحيم إلى أن نصل إلى صفحة رقم كل هذه ترجمة لأئمة المذهب رضي الله عنهم أجمعين استعفيكم يا سيدي ممكن, ممكن. آه تصرح يعني مختصرا أئمة المذهب الشافعي ما هو أئمة يعني الشافعية المرد؟ نعم، المقصود هنا أئمة المذهب أي العلماء في مذهبنا الشافعي الذين صحبوا وتتلمذوا على يد الإمام الشافعي، ممكن ننظر مثلا إلى ممكن الثاني البويطي أولاً. تعرفون من البويطي؟ من يعرف منه ما يعرف من هو البويطي؟ البويطي البويطي هو شيخ تلامذة الليث بن سعد، من عرف الليث بن سعد؟ أكبر فقهاء مصر، قال الشافعي: كان الليث بن سعد فقيها أكثر من الإمام مالك، ماذا قال الشافعي؟ كان الليث بن سعد ماذا؟ فقيها أكثر من الامام مين مالك من هو الخليفه للامام الليث بن سعد بوي بوي الخليفه والوكيل والشيخ من بعد الليث بن سعد من هو البويطي البويطي عندما وجد الشافعي ترك اي شيء اخر واصبح من تلامذه الشافعي واصبح من رواه المذهب الشافعي فسبحان الله انزل 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 ماذا وجدته المزني. المزني إن شاء الله عندما نتعلم التيمم سأقول لك كلام المزني ما معنى المزني يعني يعني في الأصل في مذهبنا لا يجوز التيمم على هذا الكرسي في الأصل في مذهبنا لا يجوز التيمم على هذه المنضدة حتى وإن كان الإنسان في أي سي يو <applause> ايوه وجب ان ينال ترابا له غبار. تراب له غبار. وجب ان ينال ماذا؟ تراب تراب له غبار. ولا يجوز التيمم على المنضدة او الوسادة او الكرسي. لكن يجوز التيمم على المنضدة والوسادة والكرسي عند الحنفية والمالكية وهو وجه في فتوى الامام المزني. نعم ليس المعتمد في مذهب الشافعي لكن وجه في المذهب. نعم وجه ضعيف وجه ضعيف 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 ضعيف, ضعيف. من الذي يقول كلمه ضعيف المرحله الثالثه والمرحله الرابعه الثالثه مرحله الرافع و النووي والرابعه مرحله الهيتم والرملي. نعم وجه ضعيف لكن موجود في المذهب ويجوز ان نفتي به لمن كان في اي سي يو وهو مذهب الحنفيه والمالكيه. نعم. اذا هذه تعريف بسيط بهؤلاء الائمه في العصر الأول العصر الثاني العصر الثالث العصر الرابع والخامس وهكذا ممن تتلمذوا على يد مولانا الإمام الشافعي رضي الله عنهم أجمعين طيب ننتقل إلى ممكن نحفظ سياتي بعد قليل ان شاء الله الفرق بين المتقدمين والمتاخرين فالمتقدمون هم اصحاب الوجوه ما معنى اصحاب الوجوه؟ يعني من لهم الحق في الفتوى وان ناخذ بارائهم وتكون اصلا في المذهب اذا مذهبنا مذهب الشافعي ام مذهب الشافعيه؟ الشافعيه بالجمع لان في الفتوى ربما اخذنا بفتوى الشافعي نفسه او بفتوى اصحابه هؤلاء اصحابه لانهم يفتون من عقلهم ام بقواعد الشافعي يفتون برايهم هم هكذا ام بقواعد المذهب بقواعد المذهب اذا فتواهم هي فتوى في المذهب الشافعي لانهم يفتون بقواعد الامام الشافعي وهؤلاء يسمون المتقدمون اصحاب الوجوه الذين فتواهم وجه في المذهب اي راي في المذهب اي اجتهاد في المذهب يعتمد وان كان ضعيفا يؤخذ به وان كان ضعيفا وهذا سيبين بعد قليل ان شاء الله ممكن نخطو خطوه فخطوه بسم الله الرحمن الرحيم الى صفحه 41 واحد واربعين واحد. كل هذا تعريف بائمه المذهب الى ان نعم. جاء اخرهم الباجوري وجدتم الباجوري نعم. صاحب البجوري. الحاشيه شيخ البجوري. الاسلام الامام الكبير نعم. فبدانا من اول البويطي والمزني إلى الغزالي والنووي والرافعي وابن حجر الهيتمي والرملي إلى أن جئنا إلى الإمام الباجوري الإمام الكبير شيخ الأزهر شيخ الإسلام رحمهم الله تعالى أجمعين بسرعة سننظر إلى مصطلحات الأعلام سنأخذ واحدة فقط أو اثنين فقط تجد في كتب الشافعية يقولون وقد قال الامام من هو الامام؟ الناس يظنون ان الامام هو الشافعي لا الامام هو امام الحرمين ابو المعالي الجويني طيب انزل 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 وقد قال الشيخان رقم اربعه ها من هم الشيخان من يتذكر الشيخان هما الرافعي انظر, انظر 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 الشيخان من هما الرافعي الرافعي ون ماذا فعل الشيخان صنعوا تحريرا للمذهب شيخان جيد هكذا انزل 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 الشيوخ رافعي نووي وشيخ الاسلام السبكي جيد جدا طيب إذا قال الشافعية وقد قال الشارح من هو الشارح هذا رقم ستة الشارح من هو الإمام المحلي رضي الله عنه وأرضاه من هو المحلي هو الشارح لأن المحلي شرح كتب الشافعية بل شرح التفسير الجلالين الجلال المحلي فالإمام المحلي يلقب بكلمة ماذا؟ شارح إذا لو وجدت في كتبنا وقد قال الإمام من هو الإمام؟ أبو المعالي الجويني وقد قال الشيخان من هما الشيخان؟ الرافعي والنووي وقد قال الشارح من هو الشارح؟ الإمام المحلي رضي الله عنهم أجمعين ممكن يكفي هكذا نخطو خطوة فخطوة إلى صفحة 42 10 11 وهذا سؤال أستاذ جلال 10 11 من هم الأصحاب؟ من هم المتأخرون؟ ما معنى أصحاب؟ يعني متقدمون ما معنى متقدمون يعني اصحاب الوجوه ما معنى اصحاب الوجوه اي ان الذين فتواهم الفقهيه تكون رايا شخصيا ام رايا في المذهب رايا في المذهب نعم هي فتوى المزني لكنها فتوى بقواعد المزني ام بقواعد الامام الشافعي إذا هي فتوى في المذهب الشافعي من هؤلاء هم المتقدمون من هؤلاء هم الأصحاب من هؤلاء هم أصحاب الوجوه أو الأوجه كيف ذلك؟ ممكن نقرأ كيهي؟ بسم الله الرحمن الرحيم الأصحاب المراد بهم المتقدمون وهم أصحاب الأوجوه غالبا وهم من الأربعة مئة وأطلق عليهم متقدمون لقربهم من القرون المشهود لها بالخيرية إذا أول أربعة مئة سنة أول أربعة قرون الأئمة في هؤلاء الأربعة قرون كمثل المزني كمثل البويطي هؤلاء يسمون واحد أصحاب الشافعي يسمون دوا المتقدمون يسمون تيجا أصحاب الأوجه فهؤلاء كلامهم ينسب إليهم أم للمذهب للمذهب لأن كلامهم بقواعدهم هم أم بقواعد الشافعي بقواعد الشافعي يعني حوالي أربعة قرون حوالي لا حوالي أربعة قرون من من بداية الإسلام يعني 200 قرن من وفاة الشافعي 200 سنة من وفاة الشافعي إلى القرن الرابع ثم المتأخرون هم الذين جاءوا بعد القرن الرابع الهجري ويطلق ايضا على من جاء بعد الإمامين الرافعي والنووي صحيح من جاء بعد ذلك فإن كلامه ينسب للمذهب ام لنفسه 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 لنفسه, لنفسه وهؤلاء هم المتأخرون نعم اجتهاد في المذهب لكن ليس اصلا في المذهب هناك فرق بين اجتهاد في المذهب وبين اجتهاد هو اصل في المذهب فمن كان اجتهاده اصل في المذهب يعني مؤسس وهؤلاء المتقدمون ومن كان اجتهاده اجتهاد في المذهب هذا أتى من بعد ذلك وليس مؤسس وهم المتأخرون من أتى بعد القرن الرابع الهجري جيد الحمد لله استاذ جلال جزاك الله خير بسم الله رموز أصحاب الحواشي ليس ضروري الآن صفحة 45 الكتب التي صنفت في مذهبنا الشافعي السلام عليكم سلام. السلام عليكم طبعا نحن أمامنا يعني اليوم إن شاء الله وثمانية أيام النتيجة تسعة إن شاء الله في هذه التسعة إن شاء الله نريد أن ننال دروسا كثيرة فإن شاء الله سنذكر الأهم فقط. سياب إن شاء الله. سياب إن شاء الله. طيب ممكن تنظرون إلى اللوحة بسرعة. الدرس هذا ما هو الكتب المدونة في المذهب. ممكن ننظر. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الشافعي نفسه له كتب أربعة في المذهب. الإمام الشافعي نفسه له كم كتاب في المذهب يا علماء أربعة كتب في المذهب هي كتب سيدنا الإمام الشافعي نفسه رضي الله عنه ما هي كتب الشافعي اسمها ماذا انظر وأخبرني الأم الأم من تاب, من تاب الأم، بعد الأم، يأتي كتاب ماذا؟ الـ الإملاء، الـ أولاً، ماشي؟ الإملاء، بعد الإملاء، مختصر، الموزاني، ثم مختصر، البويطي، منتبه جاء من بعد الإمام الشافعي، أتى إمام كبير، وهو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني فجمع هذه الكتب الأربعة في كتاب واحد سماه ماذا يا علماء نهاية ال... من سيقول أبو المعالي الجويني أمامكم جمع هذه الأربعة في كتاب واحد يسميه ماذا نهاية المطلب في دراية المذهب فابو المعالي الجويني ماذا صنع؟ جمع كتب الشافعي الاربعه في كتاب واحد جاء بعد ابو المعالي الجويني جاء الامام الغزالي واختصر النهايه في كتاب امامكم في كتاب يسميه ماذا؟ البسيط ثم يختصر البسيط في كتاب يسميه ماذا؟ الوسيط الوسيط ثم يختصر الوسيط في كتاب يسميه ماذا؟ الوجيز ثم يختصر الوجيز في كتاب يسميه الخلاص انظروا يا أحبابي ما اسمك؟ اسمي علاء محمد مصطفى محمد مصطفى محمد مصطفى محمد محمد يوسف محمد نعيمة هذا اسمي فكل إنسان وجب أن يحفظ أن يحفظ النسب أن يحفظ ماذا؟ وهذا هو نسب علم الإمام الشافعي نسب سند كتب الإمام الشافعي أولاً كتب الشافعية الأربعة من جمعها؟ <applause> أبو المعالي الجويني في كتاب يسميه نهاية المطلب في دراية المذهب من يأتي بعد الجويني يأتي الإمام ال... فيختصر النهاية في الباسي ثم الواسي ثم الوجيز ثم الخلاصة من أتى من بعد الامام من أتى من بعد الامام الغزالي من بعد الغزالي يأتي الامام الرافعي الرافعي أخذ البسيط أم الوجيز أم الوسيط أم الخلاصة أخذ ماذا الوجيز فصنع عليه شرحاً واختصاراً. شرح واختصار. لماذا الرافعي مهم؟ لأن الرافعي ماذا صنع؟ تحريراً وتنقيحاً للمذهب. لذلك فإن الرافعي في أي بي. طيب الرافعي أخذ ماذا من كتب الغزال أخذ الوجيز صنع له شرحا و صنعا و اختصارا شرحا و الشرح في كتاب يسميه العزيز شرح ماذا من سيقول العزيز شرح ماذا الوجيز الوجيز ثم اختصار في كتاب يسميه المحرر جيد سأسألكم أيها الشافعية الكبار أهم كتاب الآن في العالم كله أي فقيه شافعي يهتم به هو كتاب الإمام النووي الذي يسمى منهاج طالبي صحيح من أين جاء المنهاج جاء المنهاج اختصارا من المحرر إذا النووي اختصار المحرر في كتاب يسميه ماذا يا علماء منهاج الطالبين أليس في العالم كله الان اي فقيه شافعي كبير يقول لك منهاج الطالبين صح من اين جاء منهاج النووي اختصارا من محرر الامام الرافع ومحرر الرافعي هذا هو اختصار من وجيز الامام الغزالي ووجيز الغزالي جاء من وسيط الغزال من بسيط الغزال من نهاية الجويني من كتب الشافعية الأربعة هذا نسب كتب الشافعية باختصار ممكن مرة ثانية؟ السلام عليكم الإمام الشافعي له كم كتاب في مذهبنا؟ أربعة واحد؟ الأم أثنان؟ لا مختصر المزني ثم مختصر ال... من جاء من بعد الإمام الشافعي الإمام الجويني فجمع كتب الشافعي الأربعة في كتاب واحد يسميه ماذا نهاية المطلب من جاء بعد الجويني الغزالي فاختصر كتاب الجويني في كتاب يسميه البسيط ثم الغزالي اختصار 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 البسيط في كتاب يسميه ماذا ثم اختصار الوسيط في كتاب يسميه ثم اختصار الوجيز في كتاب يسميه من جاء من بعد الغزالي الرافعي اخذ اي كتاب من الغزالي فصنع له شيئين واحد اختصار اثنان فالغزالي شرح الوجيز شرح شرح في كتاب يسميه العزيز شرح الوجيز ثم صنع اختصارا ها للوجيز في كتاب يسميه ماذا المحرر من جاء من بعد الرافعي فالنووي صنع اختصارا لمحرر الرافعي في كتاب يسميه منهاج كذلك النووي صنع اختصاراً لكتاب العزيز للرافعي في كتاب يسميه روضة الطالبين أهم كتب الشافعية الآن هو كتاب ماذا؟ منهاج المنهاج من باب المنهاج؟ من بابا محرر الرافعي من بابا محرر الرافعي وجيز والوجيز من الواسيط من الباسيط من نهايه المطلب من كتب الشافعي الاربعه هذا ببساطه وبسرعه سند ومجمل كتب الشافعيه ذكرني هكذا مرحله استقرار المذهب استقرار على يد الامام من الرملي وابن حجر الهيتمي الرملي وابن حجر الهيتمي يشرحون اي كتاب المنهاج صح كده فالرملي نهاية فالرملي فالرملي النهاية وابن حجر الهيتمي التحفة كما هو في الكتاب بسم الله ممكن سريعا يا مشايخ هذا بالإجمال هكذا سريعا هيا نخطو خطوة فخطوة إلى مصطلحات المذهب صفحة 49 مصطلحات المذهب مصطلحات المذهب هذه مهمة جدا لماذا؟ أنا سأسأل شيخنا الأستاذ جلال أستاذ جلال ما رأيك؟ ما الفرق بين الأقوال والأوجه الأولى والثانية؟ ما الفرق؟ إن قلت في كتبنا الشافعية وفي المسألة أقوال في المسألة ماذا؟ إذا القائل هو الشافعي نفسه وإن وجدتهم يقولون وفي المسألة أوجه إذا من القائل؟ الشافعي أم الأصحاب؟ أصحاب الذين في أول كم قرن؟ أربعة فقط إلى 400 الأصحاب المتقدمون أصحاب الأوجه فعندنا في المذهب أقوال وعندنا في المذهب ماذا؟ أوجه من قائل الأقوال الإمام الشافعي طيب لو كان القائل من الأصحاب فهي أقوال أم أوجه؟ أوجه ومن ثم تدبر ماذا قال الشافعية وفي المسألة وجه إذن من كلام الأصحاب وهناك قول آخر من كلام الشافعي جيد هكذا طيب ممكن ماذا؟ انزل 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 القديم والجديد اظن هذا معروف القديم مذهبنا في العراق والجديد مذهبنا في مصر ونحن متفقون أن الفتوى على القديم أم الجديد؟ الجديد, الجديد إلا في تسع عشرة في تسعة عشرة مسألة يفتى على القديم ما هي هذه تسعة عشرة مسألة بعد قليل ندرسها إن شاء الله طيب ما معنى نص وجدتم كلمة نص نعم ما معنى نص يعني هذا نص الشافعي يعني الشافعي قال هذه العبارة بالضبط الشافعي قال هذه العبارة هذا كلام الشافعي فكلام الشافعي ماذا يسمى نص ماذا يسمى نص طيب انظر الى رقم اربعة الاظهر ثم انزل 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 الى رقم واحد الاصح ما الفرق؟ <سؤال> لو كان هذا من قول الشافعي بدليل فيسمى الأظهر من قول الشافعي بدليل فهو الأظهر طيب لو من قول الأصحاب هو الأظهر أم الأصح الأصح فلو وجدت الشافعية يقولون وهذا هو الأظهر قول الشافعي بدليل وهذا هو الأصح قول الأصحاب بدليل هل فهمنا الفرق؟ لكن هذا بالإجمال سريعاً هكذا مش. كل هذه هي مصطلحات مذهبنا الشافعي وهي صفحة خمسين ثم صفحة واحد وخمسين ممكن سريعاً يا علماء السلام عليكم سياب 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 ماذا؟ سياب

صلى الله على محمد لا 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 وعلى آله أجمعين الحمد لله لا لا رب العالمين استراحة قليلا بإذن الله تعالى لكي نبدأ القديم والجديد وهذه القديم والجديد خطير جدا لماذا متى يكون الفتوى على القديم الأصل أن الفتوى على الأصل الأصل. الأصل. القديم. الأصل أن الفتوى على إلا في تسعة عشرة أوه. 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 مسألة الفتوى في القديم أوه. أوه. فما هي هذه المسائل؟ ولماذا في هذه المسائل خصوصا يفتى على القديم وليس على الجديد؟ هذا هو الدرس بعد الاستراحه ان شاء الله والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك علي ولاني يا سيدي يا رسول الله عاطفه تهي القلوب بروح بل والريحان يا سيدي، يا سيدي يا أبا العزاء مِنَظرةً وأمدنا يا سيدي بمدد رسول الله لولا العناية من أزل لنا سبقات لا ما ونا ولا أرواحنا عشقات لولا العناية من أزلي لنا سبقات لا ما ونا أرواحنا عشقات من جمنا القلب من نبي الهداية حتى له طلبا لولا العناية من أزلينا سبقات لما اهتدينا ونا أرواحنا عشقات

يا لولا, لولا عيني كبير أزلي لنا سبق نظرات لهم <applause> <نونا تصفيق> عناية <applause> من <طمين تصفيق> أزني <applause> لنا سبقات لا ما ما اهتدينا <applause> ولا أرواحنا <عشقات تصفيق>